طيب كابتن سامي، لو قلت لك تختار افضل لاعب في مباراه اليوم تختار مين؟ لا هو انا اشتغل كالاهلي كفرقه يعني كله. كله كويس قوي عشان انت النهارده الفروق ما كانتش كتير. يعني لما تيجي تتكلم مثلا على متولي هايل النهارده، الراجل النهارده بيلعب بعد فتره كبيره جدا، بيلعب اهلي والزمالك كويس قوي، عبد المنعم كويس تكتيكيا، بتتكلم على طاهر بشكل كويس، الاثنين بتوع نص الملعب شايلين الحمل قوي. فعشان قد واحد انا بالنسبه لي صح، لكن تكتيكيا وتنظيميا والفرقه النادي الاهلي لا بديها كلها النهارده كانوا مميزين بصراحه. مين لعيب خذلك النهارده؟ مش عايز اقول خذلك، انا خذلك مستوى النهارده. لا بص، المستوى الزمالك، مستوى فرقه الزمالك هو ده اللي كان صعب بالنسبه لي، كنت متوقع اكتر من كده. وانا قلت لك اللعيبه ما كانتش كويسه، ان طريقه اللعب ما كانتش خدماهم، طريقه اللعب كانت ماسكاهم شويه. ما تيجي تتكلم على الفوقان تحس ان في لعيبه كتير مش فايقه، بس ما تحسش ان واحد سايق قوي، لكن هم مش فايقين. يعني مش هي دي الفرقه اللي كانت في اول في كاس مصر عملت احسن شوط في تاريخ نادي الزمالك لو تفتكر الشوط الاول. صحيح. شتان ما بين بدايه لقاء كاس مصر بتاع 2-1 وما بين بدايه كاس السوبر. صحيح. فالفرقه كلها النهارده مش ده اللي كان عاجبني فيها. هو دايما بيعمل سيناريو، بس هو السيناريو من النهارده كل مره هو بيعمل السيناريو، بس السيناريو النهارده ما مشيش معاه بسبب مستوى زي ما الكابتن قال، مستوى اللعيبه.